طيب سألت بالنسبة للدعاء سبحان الله عدد خالق سبحان شروط. الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. هذا الذكر ليس من الأذكار المقيدة بل هو من الأذكار المطلقة، وإذا قاله الإنسان ثلاث مرات فإنه يحصل له أجر ذكر كثير، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين رجع إلى أم المؤمنين جويرية ووجدها في مجلسها الذي تركها فيه وهي تذكر الله، فقال ما زلت على ما تركتك عليه؟ قالت أجل. قال لقد قلت بعدك ثلاث كلمات ثلاث مرات، وفي رواية أربع كلمات ثلاث مرات، هن خير مما قلت منذ اليوم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهي أربع كلمات إذا أحصل إذا عددنا منها سبحان الله وبحمده، وإذا لم نعدها فهي سبحان الله وبحمده عدد خلقها هذه الجملة الأولى، ورضا نفسه الجملة الثانية، ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فيكون ذلك على أربع مرات ثلاث مرات بأجر ذكر كثير. وبعض أهل العلم يعدها من أذكار المساء والصباح من باب التوسع، لكن هي ليست من الذكر المقيد بل هي ذكر مطلق، إذا قاله الإنسان في أي وقت بهذا العدد ثلاث مرات فإنه يحصل له أجر ذكر كثير. وينبغي أن يحافظ عليه الإنسان في الصباح والمساء وكلما ذكر ذلك.